الفنانة الرقيقة حورية حسن. صباح الفل على صوتك المصري الطعم اللي مخبي ضحكة غريبة زي الضحكة اللي مالية صوتك وانت بتغني المقطع بتاعك في الليلة الكبيرة بتاع طار في الهوا شاشي وانت ما تدراشي يا جدع، ولا زي خف دمك في غنوة سألونا نبقى مين قدمنا نفسنا الناس طلعوا القمر وأمرنا ننزل لنا اللي غناها بعد كده جورج وسوف. بس أنا النهاردة بكتبلك بعد ما سمعتك امبارح بتغني الأيقونة بتاعتك من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان مخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. أنا سمعت كلمة الجيران من هنا وافتكرت القدسية والمكانة العجيبة اللي كانت لكلمة الجيران في طفولتي. فاكر كويس إن واحد من أهم ملامح طفولتي ومراهقتي إن جيراني في العمارة اللي أنا ساكن فيها جزء مهم وأصيل من حياتي، مش مجرد ديكور بيكمل شكل الحياة. يعني أنا فاكر كويس إن التليفون الوحيد في آخر 3 أدوار كان موجود في شقتنا، وفاكر حرص أبويا إن سلك التليفون يكون طويل علشان يوصل لشقة أي حد من الجيران بيكلموا حد على تليفونه. فاكر كويس كان اللعب قدام العمارة أو في مدخلها حاجة مرتبطة بتقدير ظروف الآخرين، وبيبقى ممنوع في حالات واضحة منع صارم ومفهوش كلام: يا جماعة دي ساعة عصاري والناس مريحة، أم منى عيانة ورقدة، حسام في ثانوية عامة وبيذاكر، مشاهدة التلفزيون ممنوعة لو كان في حالة وفاة في العمارة، في أطباق بتتحرك طول الأسبوع شايلة منتجات الأمهات من شقة لشقة، الآباء في العمارة ليهم نفس السلطة على جميع أطفال العمارة في حدود العمارة وفي أي نقطة على وجه الأرض. بص يا ست حورية، أنا مش بكلمك في حنين للماضي والأيام الجميلة، لا أنا بكتبلك النهاردة علشان أحاول أفهم معاكي بصوت عالي النقطة اللي انهار عندها معظم التفاصيل دي في بيوتنا الجديدة بعد ما كبرنا. انتهت حالة العمارة البيت، وفاكر كويس ان انا مثلا اتعرفت على جيراني مرتين في ظروف غير عادية: مرة في المعادي بعد حريقة كبيرة خلت كل السكان ينزلوا يقفوا مع بعض قدام العمارة ويتكلموا مع بعض لأول مرة، والمرة التانية لما كنت ساكن في القصر العيني اتعرفت على جيراني في اللجان الشعبية أيام الثورة واكتشفت ان ده كان حال البلد كلها. بفكر معاكي في الأسباب اللي جات على بالي، يعني مثلا حاجة زي فكرة الإيجار الجديد، معظم السكان عارفين إنهم مش أصحاب ملك وملهمش مستقبل هنا لأنهم هيمشوا قريب في أي وقت، ده ساكن غالبا مش ههتم إنه يتعرف على الجيران لأنه بالبلدي ساكن طياري، الفئة دي بقت بتمثل نسبة كبيرة من السكان في العاصمة متهيألي. يعني بفكر إن أمهاتنا كانت مفتاح حالة البيوت المفتوحة على بعض، ودي خاصية مش متوفرة بشكل كبير في أمهات الجيل الجديد اللي مسحولين في تفاصيل كتيرة جدا بتستهلكهم طول اليوم. هتقولي لي أنت بتحمل على الأمهات وشيلهم المسؤولية، لا مش قصدي، بس هو ده الواقع إنه مفيش بيت بيفتح على بيت إلا بموافقة ست البيت، ده مش قرار رجالي أبدا مهما حاول الراجل يعمله. بفكر مثلا إنه الناس مرت بخبرات سيئة متكررة مع الجيران في أماكن مختلفة فقررت إنها تأسس علاقتها بالجيران على فكرة الاختصار عبادة. افتكرت إحصائية من كام سنة كانت بتقول إن النسبة الأكبر من محاضر اسم شرطة مدينة نصر كانت بين جيران، ولو في شخص دخل في مرة واحدة خناقة علشان يحجز مكان لدكنة العربية مع جار صوته عالي شوية هيختار بعد كده إن هو يختصر. وفاكر كويس جدا ان انا في مرة شفت جار واقف قدام باب شقة واحد تاني من الجيران وماسك في ايده ملف تحاليل وصور اشعة علشان يقنع صاحب الشقة انه مصاب بالقلب، وتنقيط التكييف على سور البلكونة المعدني طول الليل بيمنعه من النوم وبيجهده، وانه مل الشكوى وبتوسل له انه يتصرف. الإلفية ست حورية حاليا، وزي ما حضرتك عارفة ان البيوت الغالية هي البيوت اللي من غير جيران، يعني كل ما بعدت عن الناس وانفصلت عنهم بحيطة وجدار وجنينة صغيرة بيرتفع سعر البيت اللي هتسكن فيه. معرفش
أنا شخصيا حظي حلو في آخر بيت سكنت فيه مع عدد جيران قليل كلهم في منتهى اللطافة. يمكن لطافة موصلتش للحالة بتاعت زمان اللي هي البيوت المفتوحة على بعض، لكن في محبة واحترام وحالة من الونس. الواحد بيحاول ساعات يصبر نفسه ويقول إنه كان محظوظ إنه لحق الأيام اللي كان فيها الفيديو بتاع الحاج صلاح هو الفيديو بتاع العمارة كلها، والزنقة بالخمسة والستة في عربية أستاذ بشرة في الطريق للمدرسة، الضحك اللي جواها بيرن في وداني لحد النهاردة. أيام ما كانت الشقق بتاعتنا كلها نسخة من بعض معنى الكلمة، يعني من تفاصيل الفرش للستاير للسفرة للطباق اللي بناكل فيها، لأن الأمهات كلها كانت بتنزل مشوار عمر أفندي تجيب التفاصيل دي مع بعض. محظوظ إن عشت الفترة اللي ما كنتش بعتبر نفسي فيها عايش في شقة، لأ عايش في بيت من 5 أدوار بعشر شقق. محظوظ إني شفت مساحة للود والمحبة والتربية بالشبه حاجة وليها طعم خصوصي بصراحة، الشاطر اللي يعرف يسترجع منه حاليا ولو 50%. مش بس شاطر، ده كمان يا بخته والله. يوم حضرتك جميل ومحبتي عمر طاهر.